هذه المياه الدفيئة المرجانية في جنوب شرق سلاويسي ينتشر فيها شعب هو الأكثر علاقة في المياه في العالم، شعب أدمن على الحياة في الماء، الباجاو. أنا متجه إلى القرية المائية سامبيلا في محمية وكاتوبي، والتي تقع إلى الجنوب الشرقي من جزيرة سلاويسي في إندونيسيا. الباجاو لاوت هم بيدو المياه، أو زي ما يطلق عليهم غجر البحار. هم بالأساس شعب بيقضي كل حياته بعيد عن اليابسة. هم بيعيشوا في قواربهم الخشبية المتواضعة في المياه، والقسم الآخر منهم بيبنوا بيوتهم الخشبية وسط البحر وبعيدين عن الساحل. أنا في القرية المائية بيطلقوا عليها اسم سامبيلا في محمية وكاتوبي. كل اللي بيعيشوا هون هم من الباجاو. أنا جاي مخصوص هون عشان أدور على شخص اسمه لاوديا. أبلغوني إنه صياد ماهر. هلو. لاوديا. لاوديا. مرحبا. كيف حالك؟ اوكي. انا دخت عبين ما وصلت لك. قالوا انا كان بدي صوره عن كيا. قالوا قلنوا هاي العيله. يا زوجتك. قالوا قالوا هذول اولادك. يا مرحبا. يا مرحبا. تعالوا مسحين. مرحبا. شو اسمك؟ انا لؤي. انت شو اسمك؟ يا مستحيه. خلال وجودي في سامبيلا رح أحاول أتعرف على شعب الباجاو عن قرب، وكيف تكيف هذا الشعب مع حياة البحر. حمام الباجاو، حمام مفتوح. الباجاو بصيدوا السمك وبعدين بدور السمك بيجي عشان ياكل هون. kami sama Karimang Madilao, Tambang Madilao, Kalumang na kami Madilao, Itu sama pore mami adale, Misa sadiri majama kami itu, Jara pore mami adale Madilao. الجزء الآخر من الباجاو رفضوا العيش داخل القرية المائية، وبقيوا محافظين على طريقة حياتهم الأساسية على ظهر القارب في البحر. هاي الحياة الاعتيادية لقبائل الباجاو، بيعيشوا كل العائلة في نفس المكان اللي هو القارب اللي بيطلقوا عليه اسم ليبا. بيولدوا فيه، بتربوا فيه، بتزوجوا فيه، وبيموتوا فيه. بيواجهوا كل مصاعب الحياة على متن هذا القارب الخشبي البسيط المتواضع. ما بيقتصر دور الزوجة على تحضير الطعام ورعاية الأطفال فقط، بل هي بتشارك كمان في عملية الصيد، حتى الأطفال بيشاركوها. الباجاو خبرتهم في البحر كبيرة جدا، بالتأكيد هم مش عم يبحثوا على السمك هون، بيعرفوا انه هاي المنطقة غنية بأشياء أهم من السمك بالنسبة لهم، مثل المحار الكبير، خيار البحر، منافذ البحر، هذا الشيء المهم اللي عم بيدوروا عليه هون. بدي أنزل أشوف شو الوضع تحت. Macam-macam aku didikin ala sisili. Makarang-karang batu.
Barubba, babado, sampai nekabah sarangku. Mapatuo, mengalasi sili. Mapure aku patuo, pakai cermengku. Sambar halaku, sipu. Di sisi neka bisi. Daya di alaku, pabiliangku baka kima, pabiliangku dah aku nginta pemilih buas. Namu musai, dua lipat ribu sayang. Namu musai, batabak kami, mai gabuso, basar goyak. Kami namu musai, ma kami namu musai, ma lepa. Kami napore, nama banget sangai. Fakat kata atai, sab kata ini. Bungkus. Tidak ada mulang. Dibuka. Dibuka. Karena sana itu kan sempurna pasang nari. Jangan. Jangan di ayah, nak. Mana namanya sama? Namanya sama. Ini kata jalan. السوق منيح اليوم ها؟ بعته على السريع ما ضل شيء. أضل سمكتين، يلا هلا بروحوا. أنا أشتري وأنا معك، كيف بدي أشتريهم؟ هلا ربنا بيجبرهم. الباجاو بتوقفوا عند أقرب جزيرة بيلاقوها في طريقهم، بيبيعوا اللي صادوه قبل بيوم أو قبل بيومين. هلا متطلباتهم بالحياة بسيطة جدا، اللي بيبيعوا هذا بيبيعوا عشان يشتروا فيه شوية رز شوية خضرة، هذا كل اللي بيطلبوا الباجاو. يلا ضل شوي ونمشي، بنباعوا ونطلع على البحر. الله كريم. هذا السبب الوحيد اللي بيخلي الباجاو رجليهم تلمس الارض. زي كيف احنا عندنا بعض الناس لما يطلعوا على البحر بيسيبهم دوار البحر، الباجاو لما ينزلوا على الارض بيسيبهم دوار الارض، عشان هيك مش متعودين هم ينزلوا على الارض. بعد نهاية يوم صيد ناجح شارك فيه كل أفراد العائلة، إجا وقت الاسترخاء والاستمتاع بوجبة بحرية طازجة على إحدى الجزر الصغيرة. هيك الباجاو بيكونوا أنهوا يوم عملهم. قالي قلتاي قلبا كمراتي دولو من لبواس نيلان تكا عنربا كموأني. مع صغر حجم القارب إلا أنه بيتسع لوجود المطبخ في الخلف، وغرفة المعيشة والنوم تأتي في المقدمة والوسط، كلها بتتوزع في هذه المساحة المحدودة للقارب وبتتسع لجميع أفراد العائلة. يمكن تكون مساحة القارب صغيرة، بس المساحات المفتوحة والحركة الدائمة حولهم تعطيهم الشعور باتساع المكان. سامي هنا فكلا نيرو يرو نا بدحيرة. أنتوا الباجاو لكم علاقة خاصة مع البحر، ما في شعب في الدنيا يمتلكها غيركم. تركتوا الأرض واخترتوا تعيشوا في المي كبيد رحل، شو الهدف منه هذا الحكي؟ كامي ساما طاما مابوي تيو مابوي معطي كامي نروا رايح معطي. رمانتان، انت ولدتي ولليوم موجودة في البحر، بتحب الحياة على القارب في البحر؟ كامي ايتو تنبا ماليبا اعبوري مموساي تادي نابوري نامان ممي اكلمان كامي minta kita dulu. Ya, syukran. Ya. Syukran. Kau. Itu dah ada anu. Ah, sama. Syukran, ya. Syukran. Minta sama. Ah, بحبونا. واحنا كمان عندنا يعني في بلادنا كله بناكل رز وسمك و. بس عندكم السمك ببلاش عندنا فلوس.
شو جبتو؟ أشوف هذا لقطو هلا. أوه صايدين ببعدوح. ببعدوح هاي شايفو؟ هيو هذا الأكل، شوي منه للأكل وشوي للبيع. هي دخل بيسحب حاله ولا شو؟ أنت ولا هي اللي شاف هاي؟ هي؟ من أمبوك. شاطرة. من أمبوك. والله يعني حتى صغار بيساعدوا. هذا إيش بيأكلوا وإيش بيبيعوا؟ بكرة على السوق بنزلوا. وينها؟ توشيشيني. وين فيها جواها إشي؟ هاي. برافو يا أولاد. Kampoh marame tika mawanci kakale dupa tada kau bulu arang kampoh na tomia binongko kasambungan na wakatobi tomia binongko wakatobi tomia binongko wakatobi. على مدى 30 سنة الأخيرة بدأ معظم أهل الباجاو بالتخلي عن بيوتهم القوارب ليباس وإجوا للعيش في هذه القرية المائية العائمة القائمة بيوتها على أعمدة خشبية في المياه. الحكومة حاولت أنها توجد مساكن للعائلات على الساحل بس فشلت في البداية، كانوا غير قادرين على التكيف مع اليابسة ورجعوا مرة تانية لقواربهم. اقترح الباجاو أنهم يبنوا قريتهم في المي وهيك ولدت قرية سامبيلا، وهي بتتكون من 250 منزل كلها مبنية في المياه على أعمدة خشبية وفوق الشعب المرجانية، وتعد موطن لحوالي أكثر من 1500 شخص تقريبا. هذه فرصة رائعة سمحت لي أني أطلع معه في رحلة صيد راح يتشارك فيها 3 أجيال من نفس العائلة، الجد والأب والابن. هيك هم الباجاو بورثوا مهنتهم من جيل لجيل. الباجاو لما يطلعوا يصيدوا في قواربهم الخشبية المتواضعة للبحث عن بعض أنواع معينة من الأسماك، ما في أي مؤشر أو ما في أي بوصلة، هذا بيدلل على معرفتهم الضخمة والكبيرة في البحار. أهم الأشخاص عند الباجاو هم اللي بيغوصوا تحت المياه وبصيدوا الأسماك بواسطة الرماح. لاودا هو واحد من هذه الأشخاص اللي تعلمها من والده وابنه تعلمها منه. أكو سنة كوبا مدل عمبوي دارو أما روما. بتنقل سانا نافس نما ديتاري. Niadu napas, buru-buru kita napas ditarik, niadu. Bu masih pilih mampu napas. Ya, patuang kanulalan. Mungkin pilih mampu, muna dini. لاودا بيحاول يدفع بجسمه إلى تحمل ما وراء المعقول. كيف لشخص ممكن أنه يغوص لمدة 5 دقائق وينزل لعمق 20 متر؟ لا شك أنه هذا الشيء راح يدهشنا ويمكن يحبس أنفاسنا.
التركيز والهدوء هو اللي بيوصلوا لعمق 20 متر في قاع البحر. الضغط في هذه الأعماق بيضغط الهواء في صدره إلى ثلث الكمية الطبيعية ليكون قادر على البقاء لفترة طويلة تحت المياه من دون تنفس. بيستخدم عضلات معدته لتعطيه جرعة من الأكسجين ولتسيطر على الهواء المنبعث من رئته. أصبحت دقات قلبه بطيئة ولا تتجاوز 30 ضربة في الدقيقة. لاودا بيمشي على قاع البحر من دون أن يوضع أي أوزان على جسمه مثل الغواصين ما بيعملوا، وهذا بيشعرنا كأنه بيمشي على الأرض. الآن كل تركيزه منصب على الصيد. بعد عدة دقائق في أعماق المياه شاهد لاودا إحدى الأسماك اللي بيبحث عنها، وأخيرا وجد اللي بيبحث عنه. اوه برافو. لاودا عم بيبحث عن نوع معين من الأسماك في الحجم والشكل حتى تكون عملية البيع بالنسبة له في الأسواق سهلة لاحقا. صيد ممتاز. لا ممتازة هاي. هذا ثعبان البحر من أخطر أنواع الثعابين، بيجمع نوعين من السم، يعني عضته بالتأكيد قاتلة، ما في مجال. شوف دنبه كيف جسمه، يعني مش مدور، جاي زي مستطيل عشان يساعده بالسباحة زي الزعانف. لاودا هاي حية البحر بتاكلوها انتو باشا؟ بابا دي مقامي رونجينو دينتا كتوالي اندوها لو امك انا دينتا. عشان هسامي متتاكلش. اوكي بدك اياها انت ولا ازدتها انا؟ طبعا مني خلاص بدي ازدتها. يغيان بطير. يلا حبيبتي الى البحر حرة طليقة، تشعر بالحرية. جهز الأكل. من أنت انت سلم ايديك. ادي وين كان هاتي قدي تنتار يا للي خلوي تنيتا دي سيرجا حضر الطعام ورا دي زنا انت انا دي رانكو بيتا دي تنتار بونكو تا بونكو دي
Minta lupar kita rusak. هذا البنكة هات اللي وقفنا فيه لما غابت الشمس، ما بنقدر نمشي بالليل بالقارب. حتى زي ما حطت استراحة بيعتبروها الباجاو، بناموا فيها، بطبخوا فيها، بياكلوا فيها. أي واحد من الباجاو ممكن يستخدم هذه البنكة هات. هالليلة حنبيت فيها، وبكرة الصبح حنكمل عملية الصيد، لأنه الصيد عندهم عدة أيام بيستغرق، مش يوم واحد. بيحاولوا يجمعوا قد ما يقدروا كمية من السمك قبل ما يرجعوا مرة ثانية على منطقتهم ويروحوا يبيعوا بالسوق. والله زاك السمك هذا. هذا شو اسمه هذا؟ شو اسمه هذا؟ كوكوس كوكوس كوكوس. دور الجد تيدي والده للاودا ينزل يغوص، هو اللي علم لاودا، لاودا هو اللي علم ابنه. الجد تادي حتى ومع انه تجاوز 80 عام الا انه ما زال قادر على الغوص والصيد بالرمح. البيئة واسلوب الحياة ونوع الغذاء كلها بتلعب دور كبير واساسي في المحافظة على نشاط وقوة جسد الانسان لاخر يوم بعمره. هذه المهارة اللي بيمتلكها الجد تادي واللي اكتسبها من عشرات السنين ما زال بيمارسها بشكل يومي، أصبحت جزء أساسي من حياته. هاي بتعض ها؟ اوه رائعة هاي. الخبرة بتحكي هون. مع انه والد لودا تجاوز عمره 80 سنة، إلا انه ما زال بيصيد بنفس الطريقة وبنفس المهارة. رجل بهذا العمر أنا ما بتوقع انه ينزل يغوص يقعد دقائق تحت المي بأعماق 10 أو 15 متر، وبيطلع بياخذ نفس وبرجع بينزل مرة ثانية. رائعين الباجاو. قدرات خارقة. بهذه الطريقة بيتعلم الصغار مهنة وخبرة آبائهم وأجدادهم بالممارسة. أدي حالياً أصبح بإمكانه الغوص والصيد بالرمح لعمق يتجاوز 10 أمتار، وبالتأكيد مع الوقت رح يوصل إلى أعماق قد تتجاوز 20 متر. إدي كمان سمكة. على إدي رائع. بدك تجيب كمان سمكة؟ يلا يلا، برافو برافو.
برافو 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 برافو. هيك أثبت نجاحك بشدارة. هذا فعلا شيء مدهش. هذه عملية تكيف مذهلة. هم بيدفعوا بأنفسهم إلى أقصى حد للاندماج مع المحيط. هم بيغوصوا في أعماق أنفسهم قبل أن يغوصوا في أعماق المياه. طويل مرهق، الشمس أكلتنا. بس ما شاء الله أنت ولا حاسين بالتعب. تعوديني يا عمي. تاسي لا بتعطشوا ولا بتجوعوا، بتاكلوا من البحر وتاكلوا من الأرض وتاكلوا من الشجر. Mana selalu kamu selalu kau bagi mandi payah mandi penayak itu. Al-Pashaw beragtudu Nuh Rabbna Karim wahum daiman bersukhum wain mayruhu. Sawaan kanu ala al-ard, humi ma binzalu ala al-ard. Bas biarafu Nuh rizqtum daiman mawujud Rabbna biktib lhum iyaha. Hada iman rasikh anda Al-Pashaw. هذه ممارسة شبه يومية للنساء الباشاو، فقط نساء الباشاو. كل اللي بيجمعوه خلال اليوم اللي بيصيدوه بيستنوا لحد ما يرتفع منسوب البحر وبيطلعوا على أول قرية مجاورة لهم وبتنبيعوا هناك. على ما يبدو أن نساء القرية بتحاول تفاصل نساء الباشاو للحصول على أفضل سعر. يبدو أن عملية البيع والشراء هي عملية ليست سهلة. بعرفش من ملامح وجوههم أنهم مبسوطين ولا مش مبسوطين، وهل الأسعار اللي عم يبيعوا فيها فعلا مرضية بالنسبة لهم ولا مضطرين أنهم يبيعوا فيها حتى يشتروا حاجياتهم اليومية. حياة الباشاو صعبة، حتى نسوانهم كل يوم بدهم يجوا على السوق هذه ويكافحوا ويبيعوا ويشتروا أغراض يوم بيوم. هاي زبوني كويسة. يلا هاتي هاتي فلوس. يلا هات كل العملية اللي عم نشوفها هذه تاعت البيع بتتم. الباشا بالقوارب وأهل القرى فوق على الجسر. الباشا ما بيطلعوا لفوق وأهل القرى ما بينزلوا لتحت.
ما بعرف ايش بدلل هذا، هل بدلل انه في تفرقه طبقيه اجتماعيه عندهم، انه الباشاو يعتبروا من الدرجه الثالثه كشعب موجود في المنطقه هون؟ يمكن لسبب انه ما عندهم بيوت، ما عندهم اراضي، وبيعيشوا بالبحر لحد اليوم. وهذا اشعرهم بالتمييز والتهميش في الخلجان اللي بيعيشوا فيها، وهم بيناضلوا للحفاظ على ثقافتهم في ظل اندونيسيا الحديثه. أشجار المنغروف هي الحاجز الطبيعي بين الأرض والبحر، وهي بتحمي الأرض من التآكل بسبب حركة المياه، وهي أيضاً ملجأ آمن للمخلوقات البحرية الصغيرة. في هذا الملجأ الطبيعي الغني والمعقد لجذور أشجار المنغروف بيجد الصيادين كل اللي بيحتاجوه تقريبا. بيقوم الباشاو بالصيد بجانب أشجار المنغروف لمعرفتهم بتواجد الأسماك وبكثرة بين جذوع الأشجار، وبيقوموا بضرب المياه لتهرب الأسماك وتعلق في شباكهم. بعض رجال الباشاو بفضلوا الصيد بالليل، وكل اللي بيلزمهم بهذه العملية هو فانوس منزلي والحربة اللي بدهم يصيدوا فيها. شو صدق؟ ايش هذا؟ شو لا طول بالك؟ خيار البحر اليوم كل عشان خيار بحر. اسحب. اوه تمام يلا خلوه اذا نحكي ام بودا. شو شو صدق؟ اوه هاي نخمة اشوف. الله حلو، كل شيء بالبحر بتاكل. شو شيء بالبحر بتاكلش؟ اطلع خلها هالطال. أول شيء بيعملوا إنه بيضرب الشوك اللي في الدنب تبعها لأنه الشوك سامي. شو الهدف إنك بتصيد بالليل مش بالنهار؟ مع إنه بالنهار الرؤية أوضح بالنسبة لإلك. lebih elok pakai sampah daripada pakai ringgi-ringgi makarubu batu. طب شو السبب عم بتصيد بالرمح عاد؟ ممكن تصيد بالشبك بيطلع لك كمية كبيرة من السمك. بيالو باكي سابح daripada باكي رينجي pada يحنا masangan بيالو دي إيا جنة نجي ديار.
من تمسك الباجاو بعاداتهم وتقاليدهم، إلا إنهم بدأوا يتأقلموا مع الحياة الجديدة، وبتحاول الحكومة دمجهم في المجتمع بهدف خلق نوع من الاستقرار عندهم، وقامت بفتح مدرسة لهم في سان بيرلا. في سان بيرلا صارت مشاهدة بعض الأطفال بيلبسوا اليونيفورم وبروحوا على المدرسة للمشاهد المألوفة. قبل عدة سنوات بسيطة هذا المشهد كان غريب جدا أو مش موجود حتى. في ثقافة الباجاو الأطفال بتعلموا مهنة أهلهم اللي هي الصيد والغوص، بمارسوها طول عمرهم. هذه مدرسة الأطفال في سان بيرلا. بدي أحاول أطفل عليهم وأفوت أشوف شو الطريقة اللي بدرسوا فيها أطفالهم. على إحدى الفصول. السلام عليكم. مرحبا أستاذ. حضرتك الأستاذ؟ أنا لويلا عتيبي. تسمح لي أطفل عليكم وأشوف بس طريقة التدريس تبعتكم هنا في سان بيرلا؟ شكرا شكرا يا رب. نمبر 1. Ayo saya akan hitung lagi berapa jumlahnya. Gini kan dulu tangannya. Seperti tadi ya. Ayo kerjakan. ايش اسمك انت؟ ساري. ساري بتحب المدرسة؟ تمام. طب ايش بدك تصيري لما تكبري؟ دكتور. اوه ما شاء الله ممتاز ممتاز. شاطرة ساري. شو اسمك انت؟ مودي. بتحب المدرسة؟ في الاسكولا. طيب شو بدك تصير لما تكبر؟ جورو، جاي جورو. طيب لما تخلص مدرسة وتكبر بدك تساعد والدك في البحر؟ يعني بدك تكون متعلم وبرضه بتمارس نفس طقوس الباجاو اللي هي الصيد في وسط القارب. بعض الطلاب الباجاو بيحبوش يجوا على المدرسة، بيقولوا لأنه الأستاذ بيعملهم بطريقة مش لطيفة أو خشنة أو بضربهم. مظبوط هذا الحكي؟ benar sekali pak. Karena kenapa guru berbuat demikian? Karena anak-anak ini biasa hidup di lingkungan yang keras. Jadi kalau kita hanya menyuruh mereka secara halus, menulis secara halus, jadi mereka tidak akan pernah mau. Kecuali mereka dipaksa dengan kekerasan baru dia mau. Seperti itu pak. الحكومة الأندونيسية بتحاول تأمنهم الاستقرار وتبعت أولادهم على المدارس، وبنفس الوقت بتحترم العائلات اللي قررت المحافظة على طريقتها في الحياة التقليدية. ليش آدي ما بروح على المدرسة؟ مع أنه أختي الأصغر منه بتروح. karena sehari nggak lagi sekolah karena gara-gara guruna lambat ya masih kula langsung yang bunuhna bunuhna ya langsung lain yang gila lagi apa tumbuh ke rumah sekolah apa tujuh si adi ya na dari nilai yang aku. انت مبسوط انه ابنك بطل يروح على المدرسة وبيطلع معك على الصيد وعم بيتعلم المهنة أحسن من انه يروح على المدرسة؟ karena makanan pansi adi ya ni ada apa tujuh si adi sekolah bu tapi melebih ya si adi tambah ya maka suka nasi kali di laut. يعني كارنا ما وين سيكولا كدارا. هل اختلفت حياة الباجاو بالأمس أو بالماضي عن اليوم؟ بدي أقول لك أنا مكري أنكو ما دولو سنة سنة هو دولو بومي أنكو نما تتونا ما شيء سالا دي دايا كوران دايا ما دولو ما كita نينكولو نمبك نكita. أنت ولدت في البحر في قارب وعشت سنين، قديش عمرك هلا صار؟ وكيف بتقدروا تحسبوا السنين؟ aku umurku 72 tahun. Bula bilang bilaku ma bulan 70 bulan. Bona ginna. Ma bula tahun. Ya ne. Mana dibilah.
Saat lagi anu nair mau jarak umurku rianir. تتي ولا تتي منا انت بلا الاكل هذا بس كله شوك عشان بس كل واحد تتي نادي تدع نادي انت اوف انكسر معها طبعا مالح لانه بيعيش بالبحر منا ايتو تتاكل مدينتا ني على مونا دي برا كلمه منا منتلاها هذا خضار البحر منتلاها منتلاها تاكو امبوي بقى كل شيء بتاكل بالبحر وقت حدوث الجزر هو افضل وقت ينزلوا يلقطوا إيش اللي موجود في البحر بحار خيار البحر أصداف بينزلوا كل العيلة هاي الفترة المناسبة لهم كل يوم بيعملوها مرتين وفي العادة اللي بيقوم فيها النساء والأطفال البنات يعني هاي المادة المخاطية أو اللزجة أو اللي بتلزق بيفرزها لما يشعر بالخطر أو عشان لما بده يصيد السمك تبعه هذا اللي بتبعه انت عقلوني طعمه زي الحبار ايش هذا هذا نوع من انواع الجمبري بس كميته بتكون اقل من الجمبري الجمبري دائما اوفر اللي متوافر بالبحر هذه زي زعانف يستخدمها لما يسبح راح يبسطوا عليه هذا هلا حاطيه خويا البشاو هو شعب مسلم بس في منهم بيؤمنوا بالروحانيات ساندرو هو الوسيط بينهم وبين الأرواح المهمة اللي تعتبر روح البحر بيقدم لها القرابين هذا اللي عم بيعمله هلأ هو بيحضر لها الهدايا اللي بده يقدم لها إياها هذه النقطة في وسط البحر اللي اختارها ساندرو اللي هو الوسيط مع الروح هلا حيقوموا في ممارسة الطقوس لاجينكو اللي هو بيعتبروه الروح الأساسية روح البحر الروح هذه بتحميهم بالبحر بتعطيهم الخير السمك الزايد ويحميهم من الغرق في البحر شيخ انتو الشعب المسلم الوحيد على وجه الارض اللي بتعيشوا في المي وفي القوارب كيف بتمارسوا طقوسكم الدينيه ايوه kita kalau mengerjakan di waktu kalau di lautan itu kita kerjakan ya lima waktu dia punya cara juga kita ketahui kalau seumpamanya kalau tiga rakaat لاحظت انه بعض البشاو بمارسوا بعض الطقوس الروحيه غريبه شوي او بعيده جدا عن الاسلام شو رايك فيها
tidak muslim bisa dia pakai, Pak. Kalau kita seorang muslim tidak bisa dipakai. Itu Pak haram. هذه الجزر المرجانية الضخمة واللي بتمتد من جنوب سلاويسي إلى شمال جزيرة فلوريس تعتبر ثالث أطول جزر شعب مرجانية في العالم بعد تلك الموجودة في أستراليا وكوبا. هنا حيث تلتقي مياه المحيط الهندي مع المحيط الهادي لينتج عنها أدفأ بحار العالم، إذ تتراوح درجة الحرارة تحت المياه ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وتعتبر من أنسب الأماكن لنمو الشعب المرجانية. منذ أكثر من 25 مليون عام تقريباً، والشعب المرجانية تتكون مليمتر تلو الآخر. هذه تعتبر حواجز عملاقة تحتوي على مليارات الحيوانات متناهية الصغر. هذا هو النظام البيئي الأكثر تعقيداً على كوكبنا. نجد هنا في خليج واحد بيحتوي على مخلوقات بحرية ضعفي ما يحتويه كامل البحر الكاريبي. بتعيش هنا أنواع كثير من المخلوقات المختلفة وجميعها في وضع مستقر. هناك حوالي 400 نوع من المرجان وأكثر من 1500 نوع من الأسماك، البعض منها رائعة الجمال وذات ألوان مبهرة وغاية في الروعة، ولا نجدها في أي مكان آخر في العالم إلا هنا. الشقائق هي حيوانات بحرية رخوية سامة، وهي من الحيوانات اللافقارية. هي ما بتنمو في المياه العميقة وبتحتاج لدرجة حرارة تتراوح ما بين 25 إلى 35 درجة مئوية. هنا بتجد سمكة المهرج مكانها الآمن عند شقائق البحر وبين لوامسها السامة، وأيضا بتتوافر إلها دار حضاني آمن جدا لوضع بيوضها ورعايتها. والشقائق أيضا بتستفيد من وجود السمك المهرج بجانبها، لأنها بتمنع الأسماك اللي بتتغذى على الشقائق من الاقتراب منها، لذلك لا يمكن للواحد منهم أن يبقى على قيد الحياة من دون الآخر. وهذا بيعطينا مثال واضح على التوازن البيئي. يوجد حوالي 60% من الأحياء المرجانية في العالم معرضة للخطر. ارتفاع درجة الحرارة درجة واحدة يؤدي إلى هلاك العديد من أنواع الشعب المرجانية. إذا تسببت العوامل الطبيعية بتراجع الأحياء المرجانية، فإن النشاطات البشرية بتلعب دور حاسم. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار للمحافظة على التنوع البيئي وعلى مستقبل الأرض. لكن وإحنا ما زلنا بنواصل تغيير طبيعة أعظم بيئة على كوكبنا، بنسأل كيف رح نتكيف مع المستقبل؟ علينا أن ننتظر ونرى. عملية متعبة، عملية هذا الأخشم، وزي ما يفكرها الواحد
لأنه بيلعب بين الصخور، لما يمسك في جسم فريسته أو بجسم أي شيء أو حاول يدافع عن نفسه أو يهرب أو يصطادها بيشبك فيها بأذرعه برجلي الثمانية وبمسك من الشفاطات اللي بتجاوز عدد الشفاطات في كل ذراع 240 واحد. لا شك إنه حيوان قوي. هلا هذا في منه أحجام تتجاوز الأضعاف. الحبار بتأقلم مع البيئة المحيط فيها أو في حالة التزاوج بيلون نفسه وبيبخ الحبر تبعه. الحبر تبعه هذا إذا بيجي بعين فريسته بيعميها مباشرة لأنه في مادة سامة. بهذه الكلمات الرائعة من الأجداد إلى أحفادهم بحافظ قبائل الباشاو على نقل تراثهم وعاداتهم وثقافتهم إلى الأجيال القادمة. صغار الباشاو أدمنوا على المياه من سن مبكرة. البحر هو محور حياتهم، بل هو كل شيء بيملكوه في هذه الحياة. وزي ما بيقول الباشاو، نحن نحافظ على من نحب، ونحب فقط ما نعرفه ونفهمه، ونعرف فقط ما نؤمن به. إنه البحر.